برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بنت النيل. احنا ما زلنا في الشهر الفضيل، والحقيقة هذا العام دايما بنحتفل طبعا، وبيحتفل العالم أجمع بيوم اليتيم، واللي بيكون في شهر إبريل أول جمعة من شهر إبريل. فاحنا النهاردة هننتهز هذه الفرصة وحنتحدث عن شهر رمضان، عن يوم اليتيم وآليات دعم الأسر البديلة لحماية الأطفال ورعايتهم. والحقيقة طبعا احنا عارفين أهمية اليتيم، وقد كده ذكر في القرآن الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا به. فهنفتح هذا الملف، وفرصة كمان أنه في الشهر الفضيل، فإن شاء الله يعني هنتناول العديد من الأسئلة اللي هي مختصة بموضوع الكفالة. يسعدنا أن يكون معنا أستاذة ريهام فؤاد صالح، مدير إدارة شؤون الأسر الكفيلة والبديلة بوزارة التضامن الاجتماعي. برحب بسيادتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا وحضرتكم بألف صحة وخير. شكرا. هنتابع هذا التقرير ونبدأ معكم الحلقة. يأتي الاحتفال بيوم اليتيم العام الحالي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث يحث الدين الإسلامي الحنيف على العناية باليتيم والإحسان إليه بالرحمة في الفعل والقول. ومن أهداف الاحتفال بيوم اليتيم تشجيع الناس على ضرورة رعاية الأيتام والتعاطف معهم ومساعدتهم في التغلب على حزن فراق الأب والأم. كما يذكر الاحتفال الناس بواجباتهم نحو الأطفال الأيتام ويحضهم على كفالتهم ورعايتهم. وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظى ملف تطوير الرعاية البديلة بأولوية قصوى، إيمانا بأن مكان الطفل الطبيعي في المنزل والأسرة وليس في دور الرعاية. وقد أصبحت الأسر البديلة هي المسار الذي تعمل وزارة التضامن الاجتماعي حاليا على تفعيله بشكل كبير، حيث تم إعداد استراتيجية طموحة تهدف إلى توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر، والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل، وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب، وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة، مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع. برحب بكم مرة أخرى، برحب أستاذة ريهام. أستاذة ريهام، يعني عايزين نعرف من حضرتك مفهوم الكفالة. يعني احنا طبعا زي ما احنا ذكرنا وذكر التقرير ان الأديان السماوية جميعا الحقيقة اهتموا اهتمام بالغ باليتيم وأوصوا به. طيب احنا عايزين نبتدي نعرف من حضرتك موضوع الكفالة، ما هو مفهوم الكفالة وإيه آليات ان يبقى فيه طفل، ان أسرة تكفل طفل. طيب في البداية أتوجه بالشكر طبعا للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعمه المنظومة، والدكتورة معالي الوزيرة نيفين القباش، وقائمين على منظومة الأسر البديلة الكفلة. احنا الاتجاه دلوقتي نحو اللامأسسة. يعني ايه كفالة؟ كفالة ان انا اكفل طفل في بيتي، اللي هم الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، اللي هم فاقدي الرعاية الأسرية. الأطفال دول يعني محدش فينا اختار أهله، دول ما لهمش أب وأم كريم النسب، الموجودين طبعا في دور الايتام المتواجده على مستوى الجمهوريه كلها. بالنسبه لموضوع الكفاله، انا كاسره من حق اي اسره ان هي تتقدم لكفاله طفل او طفله بنظام الاسر البديله من اي دار على مستوى الجمهوريه، بس احنا حطينا لها في وزاره التضامن الاجتماعي شروط معينه، تمام، لضمان مصلحه الطفل الفضله ان هو يتواجد في الاسره دي. في شروط وضعناها، من ضمن الشروط اللي احنا حطيناها للاسر ان هي تكفل اطفال عندها في البيت، لان الكفاله ممكن ان انا اكفله في الدار
ان انا ابقى مسؤول عنه في الدار من حيث احتياجاته ومتطلباته وكل حاجه، دي اسمها كفاله داخليه في الدار اللي هو متواجد فيها. اما الكفاله اللي هو عندي في البيت دي حطيت لها شروط، يجوز للاسره الكافله ان هي تكون اب وام او مطلقه او ارمله او انسه ان هي تكفل. طيب ايه هي الشروط؟ انا قلت ديانه الاسره تكون نفس ديانه الطفل اللي انا هكفله. تاني حاجه السن من 25 ل 55 سنه. طيب لو قلت لي مثلا واحده عندها او واحده 21 سنه او فوق ال 60 او مثلا عندها 60 سنه فوق ال 55 سنه، هل ان هي يجوز تكفل؟ اه تكفل، بس بيتم تحويلها للجنه العليا. يعني ايه اللجنه العليا؟ طبعا احنا قلنا ان في اللي بتقدمه لكفاله الاطفال في حاجه اسمها لجنه محليه بتبقى تبع مديريه التضامن الاجتماعي، بيتناقش الاسره دي وبيتم مقابلتها ان هي تكفل الطفل ده او لا وفقا للشروط والمعايير اللي حاططها وزاره التضامن. طيب لو هي سنها اقل من 25 بيترفع موضوعها، بتتناقش برضه وبتتقابل في اللجنه العليا اللي موجوده في وزاره التضامن الاجتماعي كاستثناء لشرط السن. طيب غير الديانه وغير السن، اشوف الطفل ده لما هيتكفل في الاسره دي، الاسره دي ساكنه فين؟ البيئه المحيطه هل حواليها المكان موجود امن؟ في مستشفى، في مدرسه، ان ضمان للطفل ده ان هو يتعلم ولا الاسره ذاتها كمان قادره ان هي تربي الطفل ده؟ صيت هذه الاسره ايه؟ يعني قادره ان تربي الطفل ده ولا مستوى الاجتماعي والاخلاقي والامني من الناحيه الامنيه؟ طبعا بنعمل لهم استعلام امني عن الاسره اللي هي هتكفل الطفل ده. الاسره دي متعلمه ولا لا؟ هل الاسره حاصله على ثانويه عامه، شهاده جامعيه؟ طبعا احنا موضوع التعليم ده اساسي، كنا في الاول بنقول ان من ضمن الشروط ان هو يقرا ويكتب، لكن طبعا حضرتك عارفه مع التطور والتكنولوجيا والتعليم لا، احنا اصبحنا دلوقتي مهتمين بالتعليم عشان الطفل ده نضمن مصلحه الطفل الفضله بان هو يمارس تعليمه وحقوقه. تمام. والاسره لما بتكون متعلمه بتقدر ان هي بتوعي الطفل بترد على كل تساؤلاته او اجاباته، لان خصوصا دلوقتي حطينا ان من ضمن الاساسيات ان انا اقبل الاسره دي ان هي تكفل الطفل ده او تجتاز الكفاله ان هي تكون حاصله على حاجه اسمها التدريب الالزامي. يعني انا طبعا بعمل الاسره استعلام امني، بستعلم عنهم امنيا، الاسره دي ما عليهاش اي احكام او مسجله او ايا كان شبهات يعني ممكن يتم استغلال الاطفال طبعا اللي هو موضوع الاتجار بالبشر طبعا. انا مش عايزه اوصل ان الطفل اهم حاجه عندي طفلي ان انا مصلحته الفضله فين، ان هو يكون مع الاسره ولا لا، ولا يتم بقائه في الدار اللي هو كان موجود فيها. التدريب الالزامي ده شرط من شروط ان الاسره تاخده قبل ما تكفل الطفل ده، بيبقى عباره عن 4 ايام بتكلم فيها عن الكفاله من المنظور الديني، من المنظور القانوني، من المنظور اللي هو الاخلاقي، من المنظور اللي هو انا الطفل ده اللي انا هكفله اعماره المختلفه ايه، من سن في المرحله الطفوله المبكره، في مرحله الطفوله المتاخره، في مرحله المراهقه اتعامل معاه ازاي، لان احنا بنكفل من 3 شهور لغايه 18 سنه. فاللي بياخد سن 3 شهور اتعامل معاه ازاي؟ طيب لما يكبر لي اقول له ايه؟ طيب الطريقه اللي انا اخبره بهويته ان انا اقول له انت طفل مكفول وان دي مش وصمه عار، وان انا ازاي اتعامل معاه من وهو 3 سنين ابتدي احكي له قصه ان انا انت ابن قلبي وان انا انت فخور ان ليك امين، ام جابتك من بطنها وام حبتك من قبلها، انا من قلبها انا اخترتك وانت اخترتني. يعني لازم اختار الطفل ان هو في كفاله يعني تمام. من سن 3 سنين انا ببتدي احكي له قصص لغايه ما يكبر، لان هو لما يروح المدرسه هيكتشف ان الاسم مختلف لان هو بياخد اسم وهمي، ومن حقه ان هو ياخد اسم الاب الاولاني او الام في شهاده الميلاد، لكن بنكمل بقيه الاسم عادي اللي هو الوهمي ليه. طبعا منع الاختلاط الانساب، وكمان عشان ده اثبات نسب، هو مش ابنه، ده ابن وزاره التضامن الاجتماعي، بس يحق له ان هو يغير في الاسم اسم الاب الاولاني او ياخد لقب العيله. يعني في اسر تيجي تقول انا عايزه اغير اسمه الاولاني، اكتب باسمي انا الاولاني او اديله لقب العيله واسم الام في شهاده الميلاد، تمام مفيش اي مشكله، بس لازم ان هو يخبره بحقيقته لانه هيكبر في المدرسه وهيلاقي ان اسمه مختلف. انا بقى عايزه اجي للنقطه دي لانها نقطه مهمه جدا اللي هي الثقافه العامه. يعني الحقيقه حتى هذه اللحظه بينظروا للاطفال اللي طبعا الايتام من غير نسب، من غير اب، من غير ام، زي ما يكون وصمه عار يعني في جبين كل طفل او طفله. طيب احنا عايزين نغير يعني فكره المجتمع ان دول ايتام
ولكن ليهم كل الحقوق المشروعة في الدولة والدساتير والقوانين حمياهم، تمام. فعايزين فكرة المجتمع تنظر لهم نظرة مختلفة. أولا ده حاجة أطفال مهمة الأيتام جدا. دول أطفال محرومين من الرعاية الأسرية، طفل زي أي طفل طبيعي في أسرة بيولوجية، هو ملوش ذنب ولا حد فينا اختار أهله، يعني ملوش ذنب إن هو طلع يتيم أو إن هو ملوش أهل، تمام؟ لهم كافة الحقوق في المجتمع زيه زي أي طفل في أسرة طبيعية. طبعا إحنا بنحاول عن طريق منظمات المجتمع المدني وعن طريق الجمعيات الشريكة إن إحنا نوعي من في النوادي، في مراكز الشباب، في الإعلام، إن ده طفل له كافة الحقوق والواجبات، وإن مفيش وصمة عار على الطفل ده. ممكن يكون طفل طبيعي في أسرة بيولوجية، يعني إن هو عامل مشاكل أو إن هو مش يعني مفتقد الرعاية، أو أهله وأمه مش مهتمين بيه، يعني مش ضروري عشان هو فقد الرعاية إن هو يكون طفل وصمة عار أو إن هو مش طبيعي أو إن هو ملوش كافة الحقوق. بالعكس، إحنا بنوعي عن طريق الإعلام، عن طريق منظمات المجتمع المدني، عن طريق الجمعيات الشريكة. دلوقتي المجتمع بقى عنده وعي أكبر بمنظومة الكفالة. إحنا عندنا فوق 500 أسرة في قائمة الانتظار عايزين يكفلوا أطفال ومش لاقيين، يعني ما عادش، يعني ما عندناش الأطفال اللي هو السن الصغير من 3 شهور، لدرجة إن عندنا بيبقى هو سن ال 13 شهور هو اللي بيبقى مطلوب أكثر للكفالة، أكثر لغاية سن سنتين. لأن الطفل طبعا لما بتيجي إن أنت تكفليه في سن 4 سنين أو 5 سنين بيبقى صعب إن أنت تاخديه، ارتبط بإخواته في الدار، بيبقى مرتبط بهم أكثر. لكن سن 3 شهور أو كل ما كان صغير بيقولوا الأسر مثلا أو بيفضلوا الأسر السن ده بحيث إن هم ياخدوهم هو صغير الرضاعة، أو إن هم يربوه، إن هم يعني يهتموا بهم إن هم صغيرين، يكبر معاهم واحدة بواحدة، يكون أول عين شافته هم الأسرة دي، تمام؟ فإحنا لا، يعني الملف مهتم واخد دعم كبير من معالي الوزيرة والقائمين على المنظومة. طبعا إحنا عندنا مسؤول الأسر الكافلة، رئيس اللجنة العليا للأسر البديلة، السيد المستشار محمد عمر الأماري، وطبعا قامة من الأعضاء الموجودين عندنا في اللجنة العليا اللي بنناقش تظلمات الأسر الكافلة. طيب، الطلبات، الاستفسارات. عايزة أعرف بس من حضرتك نقطة أخيرة ودي مهمة جدا. أنتوا طبعا في مباشرة، يعني في أكيد تمام متابعة، متابعة في مباشرة وفي متابعة، تمام. طب لما بتلاقوا في تجاوز أو في حاجة بيحصل إيه؟ إحنا الأسرة لما بتقفل الطفل بنتابع الطفل كل 3 شهور لغاية سنة 21 سنة، بنحفظ الحالة، بننزل نشوف الطفل، بنشوفه في المدرسة، بنشوفه في الأسرة عامل إزاي، الكلام ده كله. في اترصد انتهاك للطفل ده، او زي ما بنقول لمبه حمراء نورت عندنا ان الطفل ده بيتعرض لانتهاك، او ان الاسره واخداه ان هي بتتاجر فيه، او ان هي بتعامله معامله مش كويسه، انا على طول باخد بوجه انذار مره واثنين وثلاثه. لقيت ان هو اتعرض لانتهاك محدق، خلاص الاسره يعني اذته او ان هي ادت لاضراره النفسي والجسدي، بيتم صحب الطفل وبيتم تاهله نفسيا في احدى الدور التابعه لوزاره التضامن الاجتماعي، بيتم دفع الأسرة غرامة 20,000 جنيه، بفسخ العقد ما بيني وما بين الأسرة، بعمل للأسرة محضر إن هي أذت طفلي وإن هو لازم تحظر عليها بقى إنها بعد كده في البلاك ليست، إن هي ما تحصلش عليها، ما فيش كفالة الجمهورية كلها إن الأسرة دي ممنوع عليها الكفالة، اتحطت في البلاك ليست. بيدفع ال 20,000، بيتم وضعها في دفتر توفير الخاص بالابن، تمام، بأهله نفسيا. الأسرة دي أنا بعمل لها محضر إن أنا زي ما هي أذت ابني، لا، هي الاسره مش معنى ان انت خدتيه خلاص انت كده ان هو مش تحت اشراف او ولايه التضامن الاجتماعي او الكلام ده كله، لا، ده زي اي ابن اسره طبيعيه. يعني زي ما بنقول كده انا باخد حقي تالت ومتالت من الاسره، لان من بند العقد انا حاطه 18 بند في العقد، من ضمنها ان اي خلل او اي انتهاك يتعرض للطفل انا من حقي فسخ العقد وان انا اعمل له محضر بحيث ان انا اضمن حق ابني ده او ان انا ما اعرضوش للخطر. يعني ربنا يقدركم على فعل دايما الخير، لان طبعا زي ما احنا قلنا اليتيم الحقيقه مذكور في كل كتب السماويه طبعا، والنبي عليه الصلاه والسلام اوصانا به. في نهايه هذا اللقاء، استاذه ريهام فؤاد صالح، مدير اداره شؤون الاسر الكفيله والبديله بوزاره التضامن الاجتماعي، انا بشكرك وكل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه، شكرا فندم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا القاكم بعد هذا الفاصل.
الله.